شكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على وفق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيرة تشرق صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. حمرة الدروع تعود مرة أخرى بعد الانقطاع المفاجئ جراء جائحة كورونا، واليوم ندشن النسخة السابعة من هذا المهرجان. بداية نرحب بالمكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس اللجنة المنظمة لهذا المهرجان ليحدثنا حول سير هذا المهرجان إن شاء الله في هذا اليوم وفي الأيام القادمة. بداية أبو عبد الله مرحبا بك، وأيضا نهنئك بهذه البداية السعيدة والموفقة لهذا المهرجان. الله يصبحك بالخير والنور، يعطيكم الصحة والعافية جميعا. المهرجان صراحة توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والسنة هذه ينطلق المهرجان حسب الأوامر والتعليمات، وإحنا تحت مظلة قيادة الحكيم اللي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم الله يحفظه ويرعاه. وبالنسبة للجنة متقيدة بكل اشتراطات حسب ما ورد من اللجنة العليا لجائحة كورونا بارتداء الكمامة والنظام المتبع للصحة. المهرجان كله متقيد بهاي الشروط، والمهرجان يبدأ اليوم في انطلاقته النسخة الأولى ويستمر ليوم السبت القادم فترات صباح مسائية. ومصاحب لهذا المهرجان فترات مسائية، مصاحب للمهرجان بدل وفي تباعد لها صباحا ومساء، التباعد أهم شيء عندنا. أعتقد الجمهور أيضا متعطش لهذا المهرجان، كيف ترى إقبال الجمهور في هذه النسخة إن شاء الله؟ والله إقبال الجمهور كبير، حتى في القرية التراثية ناس ما شاء الله مستحمة من الناس اللي بيعون في التراثيات، وناس من مش من حافظ الظاهرة، من الوسطى، من الشرقية، من الباطنة، من الظاهرة، اللي هم يبيعون في هذه القرية رجال ونساء. ونتمنى لهم التوفيق كل من يشارك في هذا المهرجان. ماذا أيضا تقول للأخوة المساهمين الذي كانت لهم أيضا أيادي بيضاء في هذا المهرجان؟ أشكر كل من ساهم في هذا المهرجان سواء من الشركات أو من المواطنين، وتمنى لهم التوفيق ويزاهم الله خير، ولولاهم ما قام هذا المهرجان. احنا ايضا بدورنا نقدم لك كل الشكر والتقدير ابو عبد الله، جزاك الله خير وبيض الله وجهك على ما تقدم وعلى ما تبذل خلال ايام وفعاليات هذا المهرجان. ايضا كل الشكر لجميع الاخوه اعضاء كل اللجان التحكيميه والتنظيميه، فنقول دائما للجميع حمرة الدروع غير، ومرحبا بكم في حمرة الدروع. تشكلت حمرة الدروع الوانها وتزينت الاعلام في مدانها في عامها السابع باحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي أن نرحب بالجميع مشاركين وجمهور ومتابعين، ونبدأ على بركة الله مع أداء القسم للأخوة أعضاء لجان التحكيم والتشبيه والتسنين والعبث. أولا لجنة التحكيم أحمد بن سالم الشامسي، تفضل. أقسم بالله العظيم أن نحكم في هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي بكل صدق وشفافية، وأنا حافظ على سرية العمل والتحكيم،
والله على ما أقول شهيد. أحسنت أبو سعود، الله يوفقك. سالم بن عبد الله المدهوشي تفضل. أقسم بالله العظيم أنا أحكم في هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي بكل صدق وشفافية، وأنا حافظ على سرية لجنة التحكيم والله على ما أقول شيء. الله يوفقك يا أبو نايف. صالح بن عبد الله الراشدي. أقسم بالله العظيم أن أحكم في هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي دون تحيز أي شخص، وأن أحافظ على سرية التحكيم والله على ما أقول شهيد. بالتوفيق يا أبو عبد الله. أضحي بن سالم القريني. أقسم بالله العظيم أحكم في هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي بدون تحيز لأي شخص، وحافظ على سرية التحكيم والله على ما أقول شهيد. موفقين يا أبو ماجد. خميس بن مصبح الروشدي تفضل. أقسم بالله العظيم أنا أحكم في المزاينة حسب معرفتي ودرايتي دون تحيز لأي شخص، وأنا حافظ على سرية التحكيم والله على ما أقول شهيد. شكرا جزيلا أخواني أعضاء لجنة التحكيم، والله يعينكم ويوفقكم في هذه المهمة. أيضا ندعو الأخوة أعضاء لجنة التشبيه والتسنين. سالم بن حمد بن هذلول الحرسوسي. أقسم بالله العظيم أنا أشبه وأسنن في هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي والله على ما أقول الشهيد، والله يعيننا على الصواب. أحمد بن معيوف الدرعي تفضل. أقسم بالله العظيم أني شبه وسنة على هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي دون تحيز أي شخص، اللهم أكون على شهيد ويجينا الصواب إن شاء الله. ناصر بن سالم البيحسي. أقسم بالله العظيم أنا شبه وسنن في هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي دون تحيز لأي شخص، وأقول والله على ما أقول شهيد. الله يعينكم على الطاعة يا رعي وبرة. أيضا سالم بن سعيد العويسي رعيود تفضل. أقسم بالله العظيم أنا شبه وسن هذه المزاينة حسب معرفتي ودرايتي دون تحيز لأي شخص، والله على ما أقول شهيد. إذن نتمنى لكم التوفيق إخواني أعضاء لجنة التشبيه والتسنين ولجنة العبث. تفضل أبو عامر ساعد بن عامر السعيدي، والله يعينك. أقسم بالله العظيم بأن أدي عملي في هذه المزاينة بكل صدق وأخلاص وشفافية دون تحيز لأي شخص، والله على ما أقول شهيد، والله يعيننا على الحق وعلى الصواب وأداء الأمانة. إذن شكرا جزيلا أخواني أعضاء لجان التحكيم والتشبيه والتسنين. تفضلوا أعضاء لجنة التشبيه تفضلوا هناك.
عن ماضي أجداد الرفيع شانها نقوى لصاحي للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع أوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غالية ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة في مهرجان حمر الدروع الكرنفالي والعرس التراثي الذي يأتي بدعم من أبناء السلطنة. شكرا إلى جميع الداعمين لهذا المهرجان لإحياء تراث الآباء والأجداد. وهذه الرياضة دائما يأتي دعمها السخي من مولاي حفظه الله وحفظه وسيدي صاحب السمو ذي اليزن بن هيثم الذي دائما بالتوصية والاهتمام والدعم لرياضة الآباء والأجداد رياضة الهجن في أي فئة كانت أم المزاينة أم سباقات الهجن أو العرض أو المحالبة. فهنا ملتقى أبناء القبائل من جميع محافظات وولايات السلطنة في هذا العرس التراثي الذي يحتضنه حمر الدروع. فهذا مهرجان أبناء السلطنة الذي كل يعد ويستعد إلى الملتقى هذا المكان هذا المهرجان الذي مداره مدة أسبوع كامل. فهنا ملتقى الأصالة وملتقى أبناء القبائل كذلك أشواط أتت بأشواط ذهبية وسيارات مقدمة للفائزين في المراكز الأولى وهناك شدة للأشواط الفضية وعديد وعديد من جوائز النقدية الذي قدمت لهذا المهرجان مع الفقرات والأمسيات الشعرية. نذكر أمسية الليلة مع الشاعر المتميز بن وهقة ومصبح الكعبي والدعوة عامة للجميع كذلك فقرات اليولة وفقرات عديدة في هذا المهرجان مهرجان مميز يحمل عديد من الفقرات وليس المزاينة فقط. فنتابع هذه الأشواط الثلاث في هذه الفترة فترة الصباحية وننوه على الفترة المسائية أن التحضير الساعة 2 بعد الظهر مباشرة مع أشواط أبناء الدار وثلاثة أشواط الإذاعة. تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد وصانها. لكم العافية لجان التحكيم كما تشاهدون في أول أشواط هذا المهرجان شوط الإذاعة الشوط الذهبي شوط السيارة هناك قمة الأداء والمحكمين كما تشاهدونهم أمامكم يتبادل الآراء والخبرة في هذا الشوط العملاق. الفضل سكت البيبان لجنة التسنين والتشبيه الشوط الذهبي جاهز والعافية لجنة العبث الشوط الذهبي الشوط السيارة سيارة الإذاع أجداد الرفيع شانها نقوى لصاحي للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع أوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غالية ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام الصلاطين الذي على نهج
حج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صوره عن ماضي اجداد الرفيع شانها نقوى الاصايل للجمايل كانت يا معتله وفظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها وتطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذي اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها صايل للجمايل كانت يا معتله وفظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذي اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صوره عن ماضي اجداد الرفيع شانها نقوى الاصايل للجمايل كانت يا معتله وفظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت
الاقتصادي والوباء دلوا على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صوره عن ماضي اجداد الرفيع شانها نقوى لصايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه اثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء دلوا على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفال صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه اثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء دلوا على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه اثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم
الشوط الفضي مع لجان التحكيم كما تتابعوا محكمين الخمسة هناك في هذا الشوط يتبادلوا الآراء وشوط القعدان هنا جاهز للتحكيم ثلاث أشواط هذا الصباح شوط الشداد القعدان في داع شكرا الى لجنه المهرجان شكرا الى الشيخ حمد بن مطر على هذا الدعم المستمر والتكريم الذي تعودنا في مهرجان حمر الدروع دائما اللي يوصل مهرجان حمر الدروع يتكرم رقم 11 اول مره في المهرجانات يتكرم رقم 11 في مهرجانات المزاينه شكرا على هذه الملاحظات الدقيقه تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد صانها بود اليزن وابن السلاطين الذي رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفال اليوم يعطي صوره عن ماضي اجداد الرفيع شانها نقوى لصايل الجمايل كانت يا ما اعتلوا فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد صانها بود اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفال اليوم يعطي صوره عن ماضي اجداد الرفيع شانها نقوى لصايل الجمايل كانت يا ما اعتلوا فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابه وتعطى جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها
تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين اللي رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على أفق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها هذه عمان العرب رأس الهما شمس الجزيرة تشرق بشطرانها صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدروع ألوانها السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على أفق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها هذه عمان العرب رأس الهما الشمس الجزيرة تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صورة عن ماضي أجداد الرفيع شانها نقوى لصايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمة مكرمات في ربوع أوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غالية ثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على أفق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها هذه عمان العرب رأس الهما الشمس الجزيرة تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صورة عن ماضي أجداد الرفيع شانها نقوى لصايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمة مكرمات في ربوع أوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غالية ثمانها بحضور جمهور
بناها. تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها. في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها. في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها. بوذ اليزن وابن السلاطين الذي رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على أفق العلا بنيانها. رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها. هذه عمان العرب رأس الهما الشمس الجزيرة تشرق بشطانها. وهذا احتفاء لليوم يعطي صورة عن ماضي أجداد الرفيع شانها. نقوى لصايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها. واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع أوطانها. تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غالية ثمنها. بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها. تشكلت حمر الدروع ألوانها. رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على أفق العلا بنيانها. رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها. هذه عمان العرب رأس الهما الشمس الجزيرة تشرق بشطانها. وهذا احتفاء لليوم عن ماضي أجداد الرفيع شانها. نقوى لصايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها. واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع أوطانها. تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غالية ثمنها. بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها. تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها. في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها. في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها. بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قاطع
الماي كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطج وايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع الوانها وتزينت الاعلام في ميدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد وصانها بوذن يزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيره تشرق صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطج وايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع الوانها وتزينت الاعلام في ميدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوضع تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيره تشرق بشطانها صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطج وايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع الوانها وتزينت الاعلام في ميدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها
شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمة مكرمات في ربوع أوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غالية ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غالية ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على رفق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفال صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غالية ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس
اقوى الاصايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرا الدروع الوانها وتزينت الاعلام في ميدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد وصانها بوذل يزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العبرة الهمة شمس الجزيرة تشرق بشطانها صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرا الدروع الوانها وتزينت الاعلام في ميدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد وصانها بوذل يزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهمة شمس الجزيرة تشرق بشطانها صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرا الدروع الوانها وتزينت الاعلام في ميدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثم اللي حمى عز البلاد وصانها بوذل يزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس
شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع الوانها وتزينت الاعلام في مدانها في عامها السابع باحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها بود اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع الوانها وتزينت الاعلام في مدانها في عامها السابع باحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها بود اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صوره عن ماضي اجداد الرفيع شانها نقوى لصايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع الوانها وتزينت الاعلام في مدانها في عامها السابع باحلى طابع في عز دار وفي دار سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها بود اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف
الدمع تلو في ظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرا الدرع الوانها وتزينت الاعلام في مدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قبوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيره تشرق صايل الجمايل كانت يا معتلو في ظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرا الدرع الوانها وتزينت الاعلام في مدانها في عامها السبع باحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي نهج قبوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيره تشرق بشطانها صايل الجمايل كانت يا معتلو في ظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها سعادة الشيخ نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة المحترم أصحاب السعادة المشايخ الكرام جمهور الأصالة والتراث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم جميعا ونحن نحتفل بافتتاحية النسخة السابعة من هذا المهرجان التراثي الكبير مهرجان حمر الدروع لمزاينة الإبل هذا المهرجان الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه هذا المهرجان الذي يحرص الجميع على زيارته والتجول في مرافقه هذا المهرجان الذي يبذل فيه المساهمون الجهد والمال والعرق من أجل النهوض بهذه المنطقة الغالية علينا وعليهم واليوم
ولله الحمد يعود مهرجان حمر الدروع إلى جمهوره ومحبيه بعد الظهور بعد الظروف التي واجهناها جميعا جراء جائحة كورونا التي نسأل الله تعالى أن تزول للأبد. أيها الحضور باسمكم جميعا أيضا نرحب بسعادة جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة وبجميع الحضور. سعادة الشيخ، الحضور الكرام، لقد كان الإعلان عن مساهمة 107 أشخاص بواقع 151,600 ريال عماني في هذا المهرجان، وصلت مساهمة 73 شخصا مع التحية والتقدير بواقع 67,600 ريال، بينما تخلف 34 شخصا بواقع 61,200 ريال. هذا من باب الشفافية أمام الجميع، ونحن بدورنا نتقدم لجميع الأخوة الذين وصلت مساهماتهم بخالص الشكر والتقدير لمساهماتهم القيمة ودورهم في دعم مهرجانهم مهرجان حمر الدروع الذي نعتبره منهم وإليه. كما نتوجه باسمكم جميعا وباسم مشايخ حمر الدروع بخالص الشكر والتقدير إلى شركة تنمية نفط عمان على افتتاح المسلخ البلدي الذي أقيم في النيابة في هذا الموسم. سعادة الشيخ، حضورنا الكرام، إن استمرارية مثل هذه المحافل الكبيرة التي تشد إليها الرحال من داخل وخارج السلطنة لهو دليل قاطع على أن من يقفون في عملية الإدارة والتنظيم والإشراف والدعم هم من الرجال الذين يشار إليهم بالبنان، وهم من يقفون مع النجاحات العظيمة التي حققها المهرجان. وهنا يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للمكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس اللجنة المنظمة على دوره الكبير في هذا الكرنفال التراثي الكبير، والشكر موصول إلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة وإلى جميع الأخوة المساهمين في هذا المهرجان. ختاماً جمهورنا العزيز، لا نطيل عليكم، نرحب بكم مرة أخرى ونتمنى لكم متابعة شيقة لفقرات هذا الاحتفال، كما نتمنى لجميع الأخوة الزوار قضاء أيام وليالي حمر الدروع بكل سرور وسعادة واستمتاع. أما الآن فنبقى مع قصيدة ترحيبية يقدمها الشاعر تميم بن ناصر التميمي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، أصحاب السعادة والمشايخ، الحضور الكريم، يسرني ويسعدني أن ألقي على مسامعكم هذه القصيدة. يقول هجوس الشعر يلي يصوغ القصيدة الراف، تهيض وصاغ أبيات جزلات وخفافي، تحت ظلم الله في ثراث الهجنة ميقاف رعاها وتابعها ودعمها دعمنا إضافي، حكيم تعدت نظرته عالية المشراف، كريمنا ومن نسل السلاطين الأشرافي، أبو ذا اليزن لا من بداف الأمور خلاف، بحكم أحكمها سيدي وحقه وانصافي، أبو ذا اليزن لا من بداف الأمور خلاف، أبو ذا اليزن لا من بداف الأمور خلاف، بحكم أحكمها سيدي وحقه وانصافي، ذرانا بعد ربي ولنا أمن وغطاء والحاف، ولا يا سعد من له سيدي أمنا والحافي، وفي محفل صيته وصل كامل الأطراف، حمل حمر الدروع عم في كل الأطراف، هلا يا مرحبا وإعداد ما البارق الرفاف، هلا يا مرحبا بلي لفانا ما هي مخفاف، تراحيب ندبلها ونرضف رضفها الرافي، وهلا يا مرحبا وإعداد ما البارق الرفاف، سراطول ليلة رعود وبرقة رفافي، تراحيبنا ورثناها ومن ماضي الأسلاف، تراحيب ندبلها ومن خاطرنا صافي، وفي محفلنا للهجن عن كل أصناف مزاينا، وفي محفل للهجن عن كل أصناف مزاين، وركض عروض تبهج اللافي، بهالهجن تتكرم بدعم صخي شاف، بمدات من أهل المكارم دوما
تنشافي خذت حقها وافي وخذت حقها مضعاف وهي تستاهل الحشمة وهي تستاهل العافي. وسلمتم. سعادة الشيخ، الحضور الكرام، في هذا اليوم أقيمت ثلاثة أشواط لسن الإذاع توزعت بين الشوط الذهبي والشوط الفضي وشوط للجعدان. الشوط الذهبي جائزة سيارة والمراكز فيه حتى المركز الخامس، وطبعا في هذا الشوط تمر الهجن بعدة مراحل ابتداء من دخولهم من البوابة الرئيسية من الجهة الجنوبية تدخل الهجن، ثم هناك لجنة للتشبيه والتسنين حيث يتم اعتماد السن القانوني لهذه الإبل المشاركة حسب رأي المختصين، وهناك لجنة تقوم بهذا الدور، ثم تنتقل إلى عملية الفرز. بعد ذلك تنتقل من لجنة التشبيه والتسنين إلى لجنة الحكام المحكمين الذين يختارون أجمل هذه الإبل المتواجدة في شوط السيارة. في النهاية تحصل المركز الأول على سيارة، ثم بقية المراكز حتى المركز الرابع جوائز نقدية. هذا بالنسبة للشوط الأول. أما الشوط الثاني فهو في الجهة اليسرى على يساركم طبعا، هناك هو الشوط الفضي الذي جائزة أيضا رمز اعتقد شداد ذهبي نعم، وجوائز نقدية للفائز بالمركز الأول. هناك 10 جوائز حتى المركز العاشر للفائزين، ولكن في هذا اليوم حصلت معنا أيضا 11 ناقة دخلت في هذا الشوط، وتم تكريم صاحبة المركز العاشر من رئيس اللجنة المنظمة نشكره. ثم بعد ذلك أيضا ننتقل إلى الشوط الثالث في هذا اليوم وهو شوط الجعدان الذي أيضا جوائز حتى المركز الخامس. هذا بالنسبة للتوضيح. أما الآن سننتقل إلى الزملاء لإعلان نتائج هذه الأشواط التي تم الفرز عليها خلاص منذ الصباح الباكر، والجماعة جاهزين. ننتقل إلى زميل المعلق محمد بن عبد الله البلوشي. الكلمة معك يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راعي حفلنا سعادة الشيخ نجيب الرواس، نستأذنك هذه اللحظات لإعلان نتيجة الشوط الذهبي وعرض الحلال أمام المنصة الرئيسية. شكرا. تفضلوا شباب. حضورنا الكريم، مشاهدينا الكرام، هذه اللحظات نعلن نتيجة شوط الذهبي شوط السيارة لفئة الإداع الإبكار من ضمن افتتاحية مهرجان حمر الدروع. حمر الدروع غير ومهرجان وكرنفال، هذا الذي يأتي دعمه دائما ودائما رياضة الآباء والأجداد من مولاي حفظه الله ورعاه ومن سيدي صاحب السمو باليزن. هذا المهرجان الذي أتى بعد جائحة الكورونا، فوصلنا إلى إعلان النتيجة. ولضيق الوقت أدخلكم في تفاصيل هذه الدلل، هذه العملاقات، والذي حصلت على المركز الخامس وهي تحمل رقم 3، وهي سرابة لحسن بن علي المسكري من ولاية إبرة. تهانينا والناموس، سلام إلى أهالي إبرة. وينها رقم 3؟ المركز الثالث هي سرابة لحسن بن علي المسكري من ولاية إبرة. تهانينا والناموس إلى أهالي إبرة. أما المركز الرابع وذهبت مع رجاوي للشيخ عبد الله بن محمد السعدي من ولاية السويق. تهانينا والناموس. مركزها رقمها 7 ومركزها الرابع. تهانينا والناموس. عما تبقى عندي المثلث الذهبي، مثلث الانتصارات وعملاقات المزاينات وأرصدة الحافلة بين حظ وبين رمز الشرقية وبين زاهية العزبة الاتحادية ورمز الشرقية رمز السنادي وحظ رشيدي. أهالي بركة، وين السلام؟ وين الناموس؟ عرضوا لي الثلاثة أمام المنصة اللي تحمل رقم 9. طبعا هذه هي رقم 9 رمز الشرقية، ورقم 4 زاهية العزبة الاتحادية، وهذه تحمل رقم 5 اللي هي حظ رشيدي. الله الله الله، وين السلام؟ وين التحدي؟
مذيع المركز 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 الثالث 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 الثالث. وين كلهم ما يبوا الثالث تو القلوب الدق زعفران وشاح يحمل اسم المهرجان وشعار المهرجان وتكريم من يد راعي الحفل. الله على المركز الثالث. واحدة من العملاقات تغادر وهي تحمل رقم 5 حظ لسيب الراشد رشيدي من ولاية بركة. تهانينا والناموس لأهالي بركة ولسيب الراشد رشيدي. هكذا كانت حظ تصدى التنافس ولكن رمز الشرقية رمز الشرقية وزاهية زاهية العزبة الاتحادية الزاهية رصيدها. أخبركم نذبع عن الزاهية. الزاهية بعت عليها وهي حوارة واليوم وصلنا في سن الإذاع رصيدها 14 سيارة وأربعة سيوف. ورمز الشرقية بعت عليها في السنة في مزاينة الاتحاد وكانت وصيفة المركز الأول وحصلة الأول في مزاينة تمريد في الموسم هذا. واليوم أتت هنا في منافسة الكبار. وين السلام وين الوشاح يروح وين يغادر. الله الله وشاح المركز الأول وزعفران المركز الأول والتهاني والسيارة سيارة مزاينة حمر الدروع حمر الدروع غير ومهرجانها غير والحضور غير المنصة الرئيسية. يا سلام على المركز الأول وهذا الوشاح وشاح المركز الأول. بطلوا الباب للجمهور خلهم يدشوا يونا من بعيد ضيوفنا وجمهورنا وعشاق الرياضة. يا مرحبا بكم. هذا هو الجمهور هذه هو الحضور. الله 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 يا سلام على المركز الأول. السلام يغادر يغادر من حمر الدروع باتجاه الزاهية ولا الزاهية ولا رمز الشرقية. وسلام سلام إلى رمز الشرقية تحمل رقم 9 سلام الكامل والوافي. سلام إلى عبد الله بن علي بن ناصر بن عامر السنيدي. سلام إلى الكامل والوافي. سلام إلى من تابع رمز الشرقية وصلت إلى هذا المستوى. السيارة تغادر السيارة تغادر مع رمز الشرقية. أما المركز الثاني وكانت الزاهية من العزبة الاتحادية. هكذا كانت النتيجة هكذا كان الإبداع هكذا كان الحضور. تهانينا والناموس إلى رمز الشرقية. أما السلام سلام إلى جميع العشاق رمز الشرقية. فتغادر هذه اللحظات لضيق الوقت لا أعلن نتيجة شوط آخر. المراكز الخمس جميعها تغادر مع الجمهور. والسلام إلى علي بن عبد الله بن ناصر السنيدي من كامل والوافي. ورمز الشرقية بالفعل أدت وكفت ووفت وبيض الله ويه المحكمين من حكم ومن قارن ومن وصل إلى هذا المستوى. إذن شكرا زميلنا محمد بن عبد الله البلوشي. ألف مبروك إلى أهالي الكامل والوافي. وأول سيارة من مهرجان حمر الدروع غادرت إلى الكامل والوافي علي بن عبد الله بن عامر سنيدي. ألف مبروك رمز الشرقية من فازت. المركز الثاني مع العزبة الاتحادية والمركز الثالث معك يا أبو سلطان سيف بن راشد رشيدي وأهالي ولاية بركة. ألف مبروك للجميع. الرجام الجميع مغادرة الميدان لإعلان نتيجة شوط آخر. شكرا وبيض الله ويهكم. تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها. في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها. في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها. بوذ اليزن وابن السلاطين اللي على نهج قوم
ما اعتلوا فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الشوط الفضي والشداد الذهبي الذي كان هذا الشوط المركز العاشر وتم إضافة الأرقام إلى المركز الـ11 هذه مكرمة من مكرمات مهرجان حمر الدروع والشكر دائما إلى أبو عبد الله المكرم حمد بن مطر الدرعي أعلن النتيجة مباشرة إلى المركز الـ11 التي تحمل رقم 7 الشاهينية لماجد بن خليفة بن خصيفة السعيدي من ولاية الخابورة وينها رقم 11 طبعا ما لها حظيرة هذه مكرمة تغادر ويستلم جائزته من المنصة بعدين أما المركز العاشر وكانت تحمل رقم 2 البحري لبدر بن عامر بن حمدان السناني من ولاية الخابورة وينها رقم 2 أما المركز التاسع وكان حضور مميز من أهالي ظفار أرض اللبان شاركونا في هذا الكرنفال تحمل رقم 5 أبراج ظفار لسالم بن محاد من ولاية صلالة أرض الإصالة أرض اللبان شكرا على هذه المشاركة أما المركز الثامن وكانت تحمل رقم 8 بخاير لمحمد بن سالم بن علي الربيعي من الكامل والوافي أما المركز السابع وكانت تحمل رقم 10 الشامخة لأحمد بن خليفة بن سالم القريني من ولاية الخابورة أما المركز السادس وكانت تحمل رقم 11 الشاهينية لحمد بن عبد الله القريني من ولاية صحم أما المركز الخامس خامس المراكز تحمل رقم 3 سرابة لناصر بن عامر بن حمدان السناني من ولاية الخابورة أما المركز الرابع وكانت رقم 9 تحمل رقم 9 الغربية لعلي بن هلال بن علي الحوسني من ولاية الخابورة تبقى معنا المثلث الذهبي الثلاث الذي زان بهن اللقاء ثلاثة التحدي ثلاثة الإبداع عرضون أمام الجمهور جمهور يانا وحضر تكريما لهم عرضوهن أمام المنصة من أول المنصة لآخر المنصة اللي تحمل رقم 1-6 واللي تحمل رقم 4 وكذلك تحمل رقم 1 الله 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 على المراكز الثلاثة الأولى ثلاثة التحدي ثلاثة الشداد الذهبي الشداد الله على المركز الثالث تحمل رقم 4 الشاهينية لسيب الراشد الرشيدي من ولاية بركة تهانينا والناموس للمرة الثانية يحصل على المركز الثالث رشيدي أما المركز الأول والثاني بين حظ وبين جماهير وحظ أهالي الكامل والوافي وأهالي بركة بين المالكي والهاشمي شكراً للجنة المهرجان على الإعلاميين اللي طلبوهم من احنا حائز سلطنة للتغطية الإعلامية أما المركز الأول والثاني الأول وين 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 سلام من تحمل رقم 6 لسالم بن سلطان بن سالم الهاشمي من الكامل والوافي أما المركز الثاني وكانت تحمل رقم 1 جماهير المهنة بن محمد بن راشد المالكي من ولاية بركة هكذا كان التحدي وذهب الشداد أبي إلى الكامل والوافي بهذا الشوط مع حظ لسالم بن سلطان بن سالم الهاشمي من الكامل والوافي ثاني سلام صباحي يذهب أهالي الكامل والوافي
رمز الشرقية حصلت على السيارة وحظ حصلت على الشداد الذهبي. طبعا الشوطي غادر لواف لتيع نتيجة شوط القعدان. وقبل ما نواف ياخذ المايك، طبعا حضورنا في اشواط مسائية ساعة هنتين مع ابناء الدار، وننتظر الجميع الحضور يكون مميز مع اشواط المسائية ساعة هنتين المساء اشواط الاذاع. نواف السعدي اتفضل. وابن السلاطين الذي على نهج. شكرا والمشاركين في الشوط الفضي، نرجوكم ايضا لترك ساحة العرض لدخول اخر اشواط هذا اليوم الافتتاحي شوط القعدان. الاذاع في سن التحدي والامتاع في هذا اليوم الافتتاحي. شكرا اخوان الفائزين في الشوط الفضي، اعطونا مجال اعلان نتيجة اخر اشواط هذا اليوم الافتتاحي. قبل لحظات من فهد بن خطر المخمري من ميزة هذا الميدان هذا المهرجان عمليات البيع والشراء وصفقات البيع والشراء. قبل لحظات انتقلت ملكية قعود يذع من فهد بن خاطر المخمري إلى رجل الأعمال سالم بن مبارك المبيحسي. هذا أول صفقات هذا اليوم، ونرحب بحامل الرقم 7 مياس علي بن فهد الهاجري من دولة قطر، سراب بالرقم 5 سيف الراشد الشبلي من صحار، وبالرقم 9 شاهين التميز آل بن سالب خميس المعمري من ولاية لواء. ونقول ألف مبروك لصاحب المركز الرابع، والرابع اختار حامل الرقم 9 شاهين التميز هلال بن سالب خميس المعمري. ألف ألف مبروك وسلام لواء، سلام روح يا كنترول. مباشرة إلى المثلث الذهبي، وأوشحت هذا المهرجان حاضرة ومادة الزعفران. والمركز الثالث اختار حامل الرقم 5 سراب سيف بن راشد الشبلي من ولاية صحار، سلام صحار سلام. شمس الجزيرة تشرق بشطانها وهذا احتفال. إذن تبقى أمامنا المركزين الأول والثاني ما بين أبناء السلطنة وما بين أبناء دولة قطر الشقيقة، مشاركة شيقة على أرضية هذا الميدان. وين راح السلام؟ مياس من يمثل أبناء دولة قطر، سراب يمثل أبناء ولاية بركة وأبناء السلطنة، والناموس سراب سالم بن مبارك بن سالم المبيحسي من ولاية بركة، سلام السلطنة سلام. ألف ألف مبروك. المركز الثاني مياس علي بن فهد الهاجري من دولة قطر لمضم الراشد بن عبيد البادي، ألف ألف مبروك للأخوة الفائزين في هذا الشوط. وهزاع تفضل كلمة معك لأيضا مواصلة بقية هذا الحفل. بالفعل بينت المشاركات الخليجية وظهور الأشقاء من دولة قطر وحصلوا إلى المثلث الذهبي على المركز الثاني، فهذا يدل على نجوح مهرجان حمر الدروع بهذه المشاركة الواسعة من الأشقاء. أهلا وسهلا بالجميع. الهاجري بالفعل كان في التنافس، ولكن المحصي بالمشتريات هذا القعود التي انتقلت ملكيته قبل قليل. فحول المستقبل طبعا، وشوط القعدان لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. أشواط مميزة كانت، وهناك الآن التكريم جميع الفائزين في المراكز من الأول إلى الخامس ومن الأول للـ11 ومن الأول للرابع.
في المنصة الرئيسية ومع أبو هزاع الكلمة. شكرا جزيلا محمد بن عبد الله البلوشي ونواف بن راشد السعدي، بيض الله وجوهكم. الآن ندعو فرقة الفنون الحماسية وفرقة بن وداد للفنون الحماسية أيضا، تفضل كنترول.
جزيلا فرقة بن وداد الحماسية، بيض الله وجوهكم. أيها الحفل الكريم، حانت ساعة التكريم والتتويج، وفي هذه اللحظات السعيدة ندعو سعادة الشيخ نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة بمعية المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان لتكريم الأخوة المساهمين في هذا المهرجان. أولا الشركات المساهمة: شركة بي بي عمان، زاهر العبري مدير القيمة المحلية المضافة يتفضل. هذه الشركة قدمت 10,000 ريال، شكرا جزيلا بي بي عمان على هذا الدعم. شركة تنمية نفط عمان، المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير دائرة الاتصالات بالشركة يتفضل. هذه الشركة قدمت 5,000 ريال عماني. شركة دليل للنفط قدمت 4,000 ريال عماني، تفضلوا. بنك صحار قدم 500 ريال. شركة دليل، تفضل. شركة دليل، بنك صحار تفضل، 500 ريال قدموا، شكرا جزيلا لبنك صحار. شركة محسن حيدر درويش سويهر بن صغيرون شكيل المدير الإقليمي للمحافظة لمحافظة الظاهرة والداخلية والباطنة، شركة محسن حيدر درويش قدمت 500 ريال، وأيضا عرضت سيارتين أمام الجمهور من منتجات أو من مبيعات الشركة. أما الآن الأخوة والمشايخ المساهمين: الشيخ حامد بن حميد بن هلال الدرعي قدم 1,500 ريال، تفضل علي. الشيخ سلطان بن مطر بن محمد المحمود الدرعي قدم 3,000 ريال، شكرا أيضا يا أبو محمد، تفضل. الشيخ سلطان. الشيخ محمود بن هويشل الدرعي قدم 2,500 ريال، شكرا يا أبو محمد وبيض الله وجهك. الشيخ محمود تفضل. أبناء حارب بن الحوت الدرعي قدموا سيارتين جريت ويل بيك أب بمبلغ 8,000 ريال، شكرا يا أبو خالد بيض الله وجهك. كفو. محمد بن سهيل بن عويضان العامري قدم 5,000 ريال. أبو حمد الحاضر الغائب معنا. الشيخ غانم بن ظاهر البطحري قدم 5,000 ريال، شكرا شكرا يا أبو ذياب، وأيضا اليوم قدم 5,000 للموسم المقبل، بيض الله وجهك يا أبو ذياب. الشيخ علي بن سالم بن الدهام الوهيبي قدم 5,000 ريال، علي بن العبد الوهيبي تفضل. أيضا بيض الله وجهك يا أبو خالد، من هنا نقدم له شكر وتحية وتقدير على تقديمه ومساهمته في مهرجان حمر الدروع. حميد بن ذيبان الدرعي قدم سيارة جريت ويل بيك أب بمبلغ 4,000 ريال، تفضل يا أبو فيصل. بجهودكم وبدعمكم وبمساهماتكم يستمر مهرجان حمر الدروع، شاكرين لكم. أيضا الشيخ عبد الله بن مبخوت الجنيبي 2,500 ريال، أبو خالد بيض الله وجهه. حد ينوب عن الشيخ عبد الله المبخوت؟ الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي قدم 2,000 ريال. حد ينوب عن الشيخ طاهر؟ الشيخ علي بن راقع الحبابي وأولاده قدموا سيارة تنكر ماء
من السيارات المعروضة في الجوائز. شكرا جزيلا وبيض الله وجهه. حد ينوب عن الشيخ علي بن راقع؟ خالد بن سالم الدرعي أبو حاتم 2500 ريال. الشيخ حامد بن مايكة الأحبابي قدم 2000 ريال. الشاعر حامد بن مايكل الأحبابي استلم. إذن ناصر بن سعيد بن راشد الدرعي 1500 ريال. تفضل يا أبو سعيد. ياسر بن حمود بن الطائف الدرعي قدم 1500 ريال. الشيخ سيف بن حمد بن مطر الدرعي قدم 1500 ريال. شكرا أبو هناد بيض الله وجهك. سعود بن علي بن أحمد الشهراني 1500 ريال. الشيخ محمد بن عبد الله السعدي قدم 1000 ريال. شكرا يا أبو عبد الله بيض الله وجهك وفالك الناموس. الشيخ خميس بن حليس الهاشمي قدم 1000 ريال. خميس الهاشمي حد ينوب عنه. الشيخ علي بن معيوف بن خليفين الدرعي قدم 1000 ريال. أبو سعيد تفضل. حمد بن خلفان المعولي قدم 1000 ريال. حمد بن خلفان المعولي حد ينوب عنه. مكتوم بالبادي الحرسوسي قدم 1000 ريال وقدم أيضا للموسم المقبل 500 ريال في هذا الصباح. شكرا جزيلا وبيض الله وجهك. الشيخ سعد بن حمد بن مطر الدرعي قدم 1000 ريال. جمعة بن سعيد بن عمان المهيري قدم 1000 ريال. بن عمان حد ينوب عنه. أسعد وين؟ سعود بن أحمد بن سالم بن عبد الشامسي قدم 1000 ريال. وين أبو سعود؟ حمد بن حميد بن منصور الدرعي قدم 1000 ريال. سالم بن سلطان بن بقاية الدرعي قدم 1000 ريال. أبناء سلطان بن علي بن سطيون الدرعي رعم ياسة قدموا 1000 ريال. سليم بن سالم بن محمد بن سالم الدرعي قدم 1000 ريال. يمعب بن سليم بن عبيد الدرعي قدم 1000 ريال. سلطان بن حمد التميمي أبو هزاع قدم 1000 ريال. سليم بن حليط الدرعي قدم 1000 ريال. الرشيد خليفة بن بطي الدرعي وأبنائه 500 ريال.
خميس بن مسعود الدوار الزجالي راعي حمراء عين قدم 500 ريال. نواف أبناء يحدول بن عبود بن خير الدرعي قدموا 500 ريال. خليفة بن سالم بن محمد الدرعي قدم 500 ريال. محمد بن خليفة بن سالم بن محمد الدرعي أيضا 500 ريال. سالم بن خليفة بن سالم بن محمد الدرعي قدم 500 ريال. علي بن محمد بن خصيب الظاهري قدم 500 ريال. سعيد بن علي بن حمدان الدرعي قدم 500 ريال. خنفور بن معيوف بن سالم الدرعي قدم 500 ريال. ناصر بن منصور بن الهيو الدرعي قدم 500 ريال. حميد بن معيوف بن سبيع الدرعي قدم 500 ريال. صالح بن ناصر بن سيف الدرعي قدم 500 ريال. سالم بن محمد بن سليمان بن خرص الدرعي قدم 500 ريال. راشد بن فاضل الدرعي قدم 500 ريال. حمود بن راشد بن حمود الدرعي قدم 500 ريال. سالم بن حمد بن سالم الدرعي راعي الفاتنة قدم 500 ريال. حميد بن محمد راعي سود الدرعي قدم 500 ريال. خالد بن سلطان الدرعي الجابري قدم 500 ريال. محمد بن معيوف سبيع الدرعي قدم 500 ريال. ضبيب بن محمد الدرعي قدم 500 ريال. سالم بن الشين بن طناف الدرعي قدم 500 ريال. سالم بن الشين بن طناف الدرعي قدم 500 ريال. هلال بن راشد بن نبشان الكعبي قدم 500 ريال. تفضل هلال بن نبشان. محمد بن سلطان بن محميد الدرعي قدم 500 ريال. علي بن سيف بن عليو الدرعي قدم 500 ريال. علي بن راشد بن خير الدرعي قدم 500 ريال. محمد بن سيف الدرعي قدم 500 ريال. بن نبشان تفضل. سعيد بن ناصر بن سعيد الدرعي 500 ريال. محمد بن حمود بن حمد الدرعي قدم 500 ريال. سيف بن راشد بن سليمان الرشيدي 500 ريال. والناموس المركز الثالث مرتين حضور مشرف سيف. نعم. علي بن سبيع بن علي الدرعي 500 ريال. مبارك بن ضبي الدرعي 500 ريال. عبد الله بن الشيب بن عبود بن خير الدرعي قدم 500 ريال. سالم بن محمد بن غدير الدرعي قدم 500 ريال. راشد بن هلال بن حمدان الدرعي قدم 500 ريال. علي بن محمد بن الشتوي وأولاده 500 ريال.
علي بن عبد الله بن عامر السنيدي وأولاده قدموا 300 ريال. سنيدي والناموس اليوم ما شاء الله حضور مشرف. في هذه اللحظات هدية تذكارية للفنان أسعد البطحري مقدم أغنية المهرجان، تحية له. شكرا يا أسعد وبيض الله وجهك. أغنية المهرجان بصوت أسعد البطحري، هذا الصوت الشجيع الذي أطربنا في هذا المهرجان، شكرا يستاهل. أما الآن فيتفضل سعادة الشيخ راعي الحفل بتقديم هدية تذكارية لسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة. طيب النتائج، نتائج أشواط هذا الصباح. نبدأ مباشرة مع المركز الأول في الشوط الذهبي والسيارة إلى رمز الشرقية علي بن عبد الله بن ناصر السنيدي من ولاية الكامل والوافي، ألف مبروك ناموس يا السنيدي. علي بن عبد الله بن عامر، نعم السنيدي. السيارة إن شاء الله ستحصل عليها في يوم الختام في حفل الختام. المركز الثاني الاتحادية من العزبة الاتحادية بولاية ينقل، تفضل عبيد أو خالد. المركز الثالث حظ سيف بن راشد رشيدي من ولاية بركة، تفضل. المركز الرابع رجاوي للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السعدي من ولاية السويق. المركز الخامس سراب الحسن بن علي المسكري من ولاية إبرة. ننتقل إلى الشوط الفضي ونبدأ مع المركز الأول والشداد الذهبي الخامس مع المسكري. استلم المسكري؟ ما موجود. المركز الأول في الشوط الثاني حظ سالم بن سلطان بن سالم الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، ألف مبروك ناموس. المركز الثاني جماهير مهنا بن محمد بن راشد المالكي من ولاية بركة. المركز الثاني جماهير مهنا بن محمد بن راشد المالكي من ولاية بركة. المركز الثالث الشاهينية سيف بن راشد رشيدي من ولاية بركة. المركز الرابع الغربية علي بن هلال بن علي الحوسني من ولاية الخابورة. المركز الخامس إسرابه ناصر بن عامر بن حمدان السناني من ولاية الخابورة. المركز السادس الشاهنية حمد بن عبد الله القريني من ولاية صحم. المركز السابع الشامخة أحمد بن خليفة بن سالم القريني من ولاية الخابورة. السابع أحمد بن خليفة بن سالم القريني ولاية الخابورة. والمركز الثامن ذخاير محمد بن سالم بن علي الربيعي من ولاية الكامل والوافي. التاسع المركز التاسع أبراج ظفار
بن سالم بن محاد بن تمان الحكلي من ولاية صلالة. المركز العاشر البحري بدر بن عامر بن حمدان السناني من ولاية الخابورة. المركز الحادي عشر الشاحنية ماجد بن خليفة بن خصيب السعيدي من ولاية الخابورة. الحادي عشر ننتقل إلى شوط القعدان الإذاع. احتل المركز الأول إصراب سالم بن مبارك بن سالم المبيحسي من ولاية بركة، أحد صفقات هذا المهرجان. ناموس مبروك الأول القعدان. أيضا راعي وبره يستلم. المركز الثاني مياس علي بن فهد الهاجري من دولة قطر الشقيقة والمضمر راشد بن عبيد البادي. المركز الثاني تفضل مياس العلي بن فهد الهاجري من دولة قطر. المركز الثالث إسراب سيف بن راشد الشبلي من ولاية صحار. المركز الرابع شاهين التميز هلال بن سالم بن خميس المعمري من ولاية لوا. إذن في هذه اللحظات يتفضل المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي بتقديم هدية المهرجان التذكارية لسعادة الشيخ نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، شاكرين لحضوره وتلبية للدعوة ومشاركته مع أخوانا ملاك الهجن. ونحن بدورنا نشكركم. إذا يصلنا تبرع أبو عبد الله لحظات. الأستاذة ردينة بنت عامر الحجري قدمت 500 ريال للموسم المقبل. شكرا شكرا جزيلا كنترول. حيوا الأستاذة ردينة بيض الله وجهها. شكرا أيضا مساهمتك هناك أيضا في أرضية الميدان كان لها دور. أيضا الشيخ علي بن سعود المري ضيفنا من المملكة العربية السعودية هدية تذكارية تفضل. شكرا جزيلا. تشكلت حمرة الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها، في عامها السابع بأحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها، في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها، بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها، رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها، رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها، هذه عمان العرب راس الهمه، الشمس الجزيره تشرق بشطانها، صايل للجمايل كانت يا معتلو في ظهورها شجعانها، واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها، تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه
واسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السابع بأحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذي اليزن وابن السلاطين الذي علانا قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانا تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذي اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطي جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درس تشكلت حمر